أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري بما أنشأته مصر من مشروعات للطاقة الشمسية لتعزيز الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري خلال مؤتمر صحفي على هامش فعالية مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ. أشار كيري إلى توجه مصر لاستخدام الغاز الطبيعي وتصديره إلى القارة الأوروبية لتلبية الاحتياجات، مؤكدا محاولة الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمساعدة الدول الأكثر ضعفا على تحمل تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها. أعلن سلسلة من الشراكات في شرم الشيخ والتي تشجع العمل وتعظيم وتوسيع رقعة التمويل. نحن نتعامل مع هذه التحديات من خلال 40 تعهد للحكومات والعديد من المشروعات الخاصة بإزالة بالتعامل مع الشحن الذي يتميز بإزالة الكربون. وأيضا نحاول أن نقدم هذه الخدمات لشركات الشحن البحري وجميع الجهات المشتركة في هذا الأمر. ونعمل مع ألمانيا وأعلننا دعمنا لمشاريع الطاقة في مصر والمنصة التي أطلقها مصر في المجالات المختلفة. وهذه المنصة تتحدث عن الطريقة المثلى لتقليل الانبعاثات وأيضا إيجاد طريق للعالم للوصول إلى صفر انبعاثات، وهي تحاول أن تقلل استخدام الوقود الأحفوري وأيضا من خلال هذه المبادرات أيضا يتم هناك توجه لاستخدام الغاز الذي ينتج في مصر وتصديره إلى الدول الأوروبية، وهذا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة. أيضا مصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بسعة 10 جيجا واتس بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا وبعض الدول الأخرى التي ستلتحق بنا، وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأيضا ألمانيا سوف تقدم قرضا كبيرا في هذا الشأن، وهذا سوف يساعد في إنجاح الأمر. التأمين التمويل يتم بشكل كامل وهناك استثمارات، وأيضا نحشد المزيد لمشاريع الطاقة النظيفة.